الناس الفقراء ما عنده من يروح للطبيب للصيدلية يبدون وصفة الطبيب اللي ما عنده يروح للدكتور زين. والدكتور سعر الدكاترة غالية كلش. إيش قد عندكم الكشفية بالسليمانية؟ نعم الكشفية يعني من تروح للطبيب إيش قد الكشفية مال الطبيب؟ والله ممكن 20-25 يعني بهالحدود. 20-25 زين. ولا واحد عامل ما عنده بالأسبوع مرة يشتغل منين يجيب؟ حقك صح كلامك منطقي إسماعيل والله بالله. وشي ثاني أستاذ تروح للطبيب نعم أنتيك الراشد يقول روح لفلان صيدلية إلا تروح لفلان صيدلية. هاي 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 مشكلة يعاني منها العراق بشكل أجمع إنه لازم الطبيب يدزك على الصيدلية اللي هو متعاون وياها. هذول نتكلم عن بعض الأطباء ما نقول كلهم لكن البعض من عندهم. لا لا مو كلهم يعني أكو يعني. صح صح كلامك إسماعيل أحييك. والله يعني قبل كم سنة راح أجي الطبيب كنت عامل نعم وقال لي روح لازم تروح لفلان صيدلية وطلعت من برا وشقيت الورقة حشاك ودبيتها ومثل ما لازم.